السلام عليكم. في هذا الدرس راح نعرف شلون نضيف عقدة جديدة إلى بداية القائمة. طبعا أيضا باستخدام الدوال راح أسوي دالة جديدة أسميها new بهذا الشكل، ممكن نخليها هنا. هذه الدالة تكون، لاحظ أن جميع الدوال تكون داخل كلاس test2، داخل كلاس test2 اللي يحتوي على المين. هذا الكلاس مجرد سويت object من عنده. هسه خلينا نستمر بالدرس. هذه الدالة هي إضافة عنصر أو عقدة جديدة إلى بداية القائمة، بداية linked list. خلينا نشوف شنو هذه الدالة وشون تشتغل. طبعا بهذا الشكل. هذه الدالة طبعا بالبداية هي نوعها void، اسمها new one، تاخذ لي integer x متغير واحد. عبارة عن عقدة، أول عقدة راح ننشئها هي تنشئ لي عقدة واحدة. حتى أخلي هذه العقدة في بداية القائمة، أول شيء أنشئ هاي العقدة باستخدام نود بي تساوي نيو نود، وأعطيها الإكس اللي هي العقدة اللي أريد أضيف الديت مالتها، وخليها تأشر على نول. هذه العقدة حاليا أصبحت خارج اللينك ليست. حتى أربطها باللينك ليست لكن أريد أربطها في بداية القائمة، فراح أجي أنا أسميها بي. فالبي دوت نيكس علي ما أخليها تأشر، خليها تأشر على الهيد اللي هي رأس القائمة مال لينكد ليست. بدل ما تأشر على النل راح تأشر له على الهيد، راح يعني تربط ويا ويا لينكد ليست اللي سويتها من انشيت لكرييت، راح اربطها بالهيد. بعدها راح اقول له الهيد تساوي للبي، رجع لي الهيد الى بعدها. يعني هذه النيكس مالت المؤشر راح اربطها باللينكد ليست وارجع لينكد ليست الهيد الى بعدها او الى العقدة بي. يعني لو نوضحها بالبينت حتى توضح اكثر، شوف عندي بينت هنا. تمام، خلينا نشوف شلون راح تكون. هاي راح تكون يعني انا عندي مجموعة لينك ليست بهذا الشكل. هاي لينك ليست مالتي تحتوي على مجموعة عقد، وكل عقدة من عندها تحتوي على النكس المؤشر والقيمة مالته الديت. هاي ايضا تحتوي على المؤشر والديت، وهاي ايضا تحتوي على المؤشر والديت. طبعا هاي هنا مفصولة العقد عندي، هاي مفصولة العقد، بس كلهن مدمجات باستخدام المؤشر. فأنا جيت سويت عقدة جديدة هنا هذا الشكل، سويت عقدة جديدة سميتها بي، أيضا بيها مؤشر وبيها ديت. فشلون أربط هاي العقدة بهاي العقدة؟ هذا المؤشر بدل ما يأشر عنا راح أخليه يأشر لي على الهيد. هاي هنا اللي هي الهيد، هيد هاي اللي هي الهيد، راح اخليه يأشر لي على الهيد. صار عندي ربطت هاي العقدة بهاي العقدة، هاي العقدة اصبح اسمها هيد وهاي اسمها بي. فانا دائما والشي ثابت ومتعارف عليه انه رأس اللينك ليست جميعها رأس مالتها يكون اسمها هيد، فراح انقل اقول له الهيد تساوي البي حتى انقل هذا الاسم لهذه العقدة، وهاي راح تكون اسمها هيد. تمام، شوف لاحظ انه بعد ما سميتها هيد وتم دمج هوية هذه العقدة أصبحت linked list كاملة بهذا الشكل. هسه خلنا نرجع للكود، لاحظوا أن الهيد تساوي البي، تم إضافتها لبداية العقدة. هسه خلي أجي أعرف هذا المتغير اللي هو اللي راح أرس له هذه الدالة. مثلا أعرف متغير بي تساوي r dot next، اتوقع هذا update او مشكلة بالإكليبس. r.next integer حتى اقدر اقرأ متغير من نوع integer. السد الدالة اللي هي new one اسمها بهذا الشكل، وادزلها الـ b. هنا مو يعني شفتوا بي هنا اكو x، ماكو مشكلة انه انا قاعد ادز قيمة الـ b وراح استلمها بالـ x، يعني ماكو اي مشكلة، مجرد اسماء متغيرات. تمام،
لان انا هنا معرف اكس ما اقدر اعرفه مرة ثانية، فهنا اقدر اخليها بي عادي ماكو اي مشكلة. هذا الاكس الانتجر هنا اللي راح يستلم بي يختلف عن المتغير اللي راح ارسل بي القيمة، فراح تكون بي، او اقدر اخليها ستاتيك قيمة من عندي. هسه خلي اجي انفل نفس المثال السابق بالدرس السابق. اول شيء الكرييت، اروح لويندو شو فيو كونسول، اعطي القيمة الاولية مثلا 33. هنا بعد ما اعطيت القيمة الاولية ضاف لي كل ذن القيم طبع لي اياهن. هسه بدي اضيف عقدة جديدة لان استدعيت لي نيو ون، فراح اضيف اول عقدة بدي اسميها 44. بعد ما اضغط انتر ما راح يطبع لي، المفروض اصير ادالة البرنت مرة ثانية حتى بهذا الشكل يطبع لي اياها مرة ثانية. اند خلينا نشوف. اول قيمة مثلا 43 33 عفوا، بعدها ابدا ادخل 44. المفروض هاي 44 ما تصير بالاخير ولا بالوسط، المفروض تقعد لي بالبداية، بتصير 44 33. لاحظ عند الطباعة صارت 44 33 0 1 2 3، تم اضافة عقدة الى بداية القائمة. وهذا الكود اللي هو خاص بدالة اضافة عقدة الى بداية القائمة. اتمنى تكونوا استفدتوا، اي سؤال عندكم تقدرون تتركون كومنت اسفل هذا الفيديو.